فراغ الموقع مضبوط. اليوم من خلال هذه الجولة للاطلاع على سير العمل في هذا المشروع، مشروع وادي التين. هذا مشروع حيوي وهام جدا للمدينة، وخاصة احنا على ابواب الشتاء، وكان المفروض ان نكون من مدة طويلة تم تأهيله، ولكن احنا بنعرف الظروف المادية اللي كانت تمر فيها السلطة، ويعني هذا التأخير اجى من هذه الاسباب، ولكن الحمد لله يعني ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي، واحنا يعني سعيدين بانجاز هذا المشروع، وان شاء الله يكتمل خلال اسبوع يكون جاهز هذا المشروع اللي هو في تأهيل كامل للجسر، هذا الجسر الحيوي اللي بربط وادي التين، وأيضا هو بمر من بين البيوت، وكان في خطر كبير على البيوت هذه وعلى السكان في هذه المنطقة، يعني تم معالجة الموضوع هذا من خلال وزارة الأشغال مشكورين، والبلدية قامت بدورها أيضا بتنظيف وتوسعة مجاري الوديان حتى يعني لا يصير مثل ما صار معنا في العام الماضي من فيضانات، والبلديات الأخرى نفس الشيء قامت على بهذا الدور، وإن شاء الله كان هناك في كمان مشروع لوزارة الأشغال اللي هو على جسر واد مصين بربط بين الدير وعتيل، هذا الجسر اللي انهار أيضا من خلال الفيضانات، وإن شاء الله يتم تأهيله خلال أسبوع أيضا. هذا مشروعين حيويات لوزارة الأشغال في هذه المنطقة، شكرا لهم، وإن شاء الله يعني إنه ما يكونش عندنا كوارث كما حصل بالعام الماضي، وندعو المواطنين بأنهم يتحملوا إجراءات العمل حتى أنه يكتمل، وأنه يكون فيه هناك انضباط في المرور ويستجيبوا لنداءات المقاول. البدء فيه متأخر بعض الشيء نتيجة للظروف المالية التي كانت تمر فيها وزارة المالية والدولة بشكل عام، وهذا أمر معروف للجميع حقيقة، لكن الآن بدأ العمل بهذا المشروع أو بهذا الجسر، واللي كان قد ألحق به الضرر الكبير إبان السيول الأخيرة التي حلت بالمحافظة والمدينة، وبشكل يستوعب الكميات المتدفقة عبر هذا الشارع وهذا الوادي وادي التين، ويعني الحقيقة نتمنى أن لا يحصل أي شيء مما حصل في الفترة السابقة أو في السيول السابقة، وهو معالج فنيا بطريقة أفضل بكثير مما كان عليه، وبحيث أنه لا يحدث أي نوع من أنواع الخلل إن حصلت سيول بالشكل اللي حصلت فيه في السابق أو أكبر من ذلك. هذا ما تم إعداده عبر وزارة الأشغال وينفذ أيضا من قبل وزارة الأشغال، لكن لصالح بلدية طول كامل.